عم تتابعي قناة شوف تي في مرحبا بكم مباشر من مدينة الدار البيضاء الدولة على بركة الله. سنة سعيدة الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله بأفراح ومسرات. اليوم معايا واحد السيد شو اسمك الله؟ مصطفى. معايا مصطفى بيضاوي متزوج أب ديال 3 ديال الوليدات قدر عليه المكتوب أو كنتم قدر الله ما شاء فعل جاتو السخانة تشلل هو اللي عاود لك بحال التفاصيل مصطفى ما بقاش خدام كان خدام في داكشي ديال ريباراسيون ديال التلفازات ما بقاش خدام فهادشي ديال كورونا تبزم الحال داكشي ما بقاش خدام الزوجة ديالو هي اللي خدامة هي اللي كتصرات هي كلشي تقدر أن مصطفى ولكن ما تنساوش انا بغيت نبدا كالمشاهدين واخا عنده يعني اعاقه وكيتشقوا يعني وعنده شلل ما تنساوش ان مصطفى كلشي كيديرو هو براسه يعني الزوجه ديالو مساعده ولكن تبارك الله هو اللي كيقدر يطيب يقدر اغراضه كلها كيديرها هي من غير شي حوايج بساط اللي كيلقى فيهم صعوبه اللي كتعاون فيهم الزوجه ديالو يعني مصطفى تبارك الله عليه ناضي كيف ما كنقولوا اليوم مصطفى بغى يعاود لنا المعاناه ديال الناس ديال ذوي الاحتياجات الخاصه انا ما ربيتش حقوقهم انهم بغاو شي واحد يساعدهم وكذلك غادي واحد النداء للمحسنين القلوب الرحيمه وهذا الشيء اللي كنتمنى انا شي واحد يتعاون معنا لانه السيد عنده فيها الدروج وما بقاش قادر يدفع في الدروج لانه عنده مشكل ديال رجليه بغى شي حاجه سفليه وكذلك اشياء اخرى غنعرفوها معاه سي مصطفى السلام عليكم. السلام. كي داير لاباس عليك؟ ربي يخليك الله يبارك الحمد لله. سنة سعيدة الله يبارك بالصحة والسلامة. امين الله يبارك. الله يحفظك انت والزوجة ديالك الله يخليها لك. امين. سي مصطفى عاود لي القصة ديالك من الاول منين وقع لك الشلل؟ بغيت نمشي معك للطفولة شوية. وقع لي الشلل من ملي كانت عندي 3 سنين. في الصوفي بن رشد. وفي الاخر ما قضاو معايا والو. وصافي ملي وصلت عندي المدرسة كملت الدراسة ديالي. بديت نقرا من التحضيري كملت الدراسة حتى السيزيامان ولكن الخدمة ديال المعاقين ما تيخدموناش ما كاينش بين كاع الأبواب مسدودة بالنسبة للخدمة من ديك الساعة يعني كتشوف بأن نظرة المجتمع حتى هي ما كانش الإنسان المعاق تيقول ما عندكش زعما القدور باش تخدم ولا ما عرفتش في نظرهم هما أما أنا نقدر نخدم يعني بأي حاجة بالنسبة للمدرسة يعني قبل كنت كتب كيتسب شي حاجه ديال تكتب فيها المهم الادارات ممكن ما بغاوش في بلاصه وما بقي درت ريباراسيون ديال التلفازات بقيت قريت ثاني بوحدي وبقيت في صامر الرفاع حتى ما بقاش فيها دابا والو ومع كورونا عاوتاني تسدات ايوا تقريبا دابا شي 3 زوادي ما بقيتش نخدم ما والو و تنطلب من الناس اللي يعاونونا وخاص مصطفى نمشي معاك شويه السكره لان حتى الزوجه ديالك قالت لي عندك مشكل ديال السكنه انا ما ندخلش معاك في التفاصيل ديال الخوت والمشاكل ولكن كثر ما غندخل معاك على يعني الحاله الصحيه ديالك انا ما كتسمحلكش بانك تطلع الدروج دابا انا ساكن في الدوزيام ايطاج ولا بغيت نطلع تنطلع تنعود الصباح تنبقاش نطلع حتى العشيه ما يمكنش حتى لو بغيت نطلع للطواليت حاشاكم ما تنقدرش بصراحه تنزير ما تنقدرش تطلع بين علاش حيت دوزيام ايطاج ومع لاج ولات الجنيه شويه صعيبه ايوا صافي هادشي يعني نتمنوا على الله تكون شي سكنه ولا تكون سفليه مناسبه للحاله كلمه الزوجه تهضر شكرا مصطفى عطيت كلمه شو اسمك الله حفيظه حفيظه لالا حفيظه لالا حفيظه تبارك الله حفيظه تفضل بغيتك اولا تهضر لي شويه على مصطفى وتهضرني على المعاناه هو شويه رتابك شويه هذاك الشيء عشان نخليه على خاطره المراه اختي مصطفى صرح العمر هذا انسان طيب وتبارك الله عليه زمان الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد المشكل اللي عندنا هو المعاناه ديال السكنه انا انسان انا خدامه وانا اللي خدامه على ولادي ما يمكنش لي نبقى جالسه مقابله ولا ناخذ لي شي حاجه ونطلع عالي ولا هذا عندي تبارك الله 3 الوليدات ومازال صغار يعني باقي صغار كبير فيهم عنده 12 عام والوليد صغير عنده 6 سنين يلاه فتحت التحضير ديال هاد 6 سنين والحمد لله انا اللي كنجري على وليداتي خدام في معمل بسيط ماشي شي حاجه باش كنتعاون كتجيب هذيك لقمه العيش لوليداتي هذا كن زعما تنقول نجمع شويه باش نشري سكنه وهذا ولكن راك عارفه الظروف ديال الانسان اللي خدام بوحدو راه ما يمكنش ليه يشري ولا ما يمكنش
انا كنطلب الله من المحسنين الله يجازيهم بالخير يشوفوا من حالته وين الدروس صعب عليه وما نقدروش حتى حدار الورثه وانسان ما عطيش مع النزاع والصداع وداك الشيء هذاك الشيء ما حنا ما قادينش عليه ما كرهتوش شي حاجه سفليه ما كرهناش اختي شي حاجه سفليه اللي حتى هو يقدر يخرج ويدخل الماء وخاصه دابا قال لي ما بقاش خدام ما بقاش خدام اختي شحال هذا ما بقاش خدام كان شويه قبل من كورونا ولكن من ورا كورونا ما كاين حتى شي حاجه حتى الانسان اللي بغى يمشي يشوف حنا فين ساكنين وشنو كاين عندنا ولا هذا مرحبا بهم انا ما عنديش مشكل عرفوا ان فين ساكن ولا في الدرج اللي كيطلع فيهم ولا تيهبط فيهم فهم يشوفوا بعيني انا ما عنديش مشكل هادشي ما كان انا تبارك الله عليك كنتمناو ان النداء ديالك الله يجازيكم بالخير المحسنين ويوصل القلوب الرحيمه علاش لا مصطفى باين عليه ولد الناس وتنتي بنت الناس الله يخليكم بعدياتكم مصطفى كيف ما ذكرت بانه من ذوي الاحتياجات الخاصه ما بقاش خدام الزوجه ديالته هي اللي خدامه دابا المشكل عنده في السكينه لان السكنه كيقول لك عندهم مشاكل مع حنا كنعرفوا ديال الورثه وداكشي كاين مشاكل ولكن هادشي ديال هاد المشكل ديال الورثه قليل على الصحه ديال على المشكل اللي عند مصطفى هو انه الدروج صعيب عليه يعني ما كرهش شي سكينه الحمد لله شي سكينه اللي تكون سفليه نظرا انه هو ما بقاش قادر انه يطلع في الدروج وكذلك الزوجه ديالته كتطلب من المحسن ومن قلب الرحيمه علاش لا وتا حنا هذا النداء هذا كنحاولوا نوجهوه للناس اللي في قلبهم الرحمه عفوا اكيد اخويا وحنا وانا متاكده مازال كاينين ولاد الناس مازال كاينين مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي وصلنا إلى نهاية البث المباشر إن شاء الله نلتقي معكم في البث المباشر آخر إلى اللقاء